الرحمة والخلود لشهداء احتجاجات تشرين العظيمة، والشفاء والسلامة لجميع جرحى الاحتجاجات، والعودة الميمونة إن شاء الله لجميع المبعدين قصرا نتيجة السلاح المنفلت وغياب الانتصار. بداية يعني أحب أوضح بأنه احتجاجات تشرين هي نتيجة لتراكم احتجاجات منذ 2011، هي بالتالي هي ليست وليدة 2019، بل هي وليدة نقمة المجتمع على السلطات السياسية في العراق ونتيجة سياساتها الخاطئة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحريات وما إلى ذلك. بالتالي فإن الانقسام الذي يحاول السلطة السياسية توجهه باتجاه المحتجين هو مو انقسام، بل هو اختلاف بالأدوات. البعض من المحتجين يرتهى بأن يبقى وينظم نفسه من ضمن الاحتجاج، عندنا اللجنة المركزية وأيضا اللجنة التنسيقية، وايضا من المحتجين ايضا ارتأوا بان يعملوا ضمن العمل السياسي والعمليه السياسيه، وهذا ما موجود في النواميس الديمقراطيه والتشريعات والدول الديمقراطيه، بان عن طريق الانتخابات والعمل السياسي يكون صوت للاحتجاج وادوات مختلفه. بالتالي فاحنا عندنا علاقاتنا مستمره مع المحتجين، نتبادل اللقاءات، نتبادل الاحاديث، والكثير من الفعاليات والمؤتمرات التي تعمل على بلورة الأفكار بين المحتجين وبين من تصدوا للعمل السياسي من الاحتجاجات هي بطور مستمر وفي سياقات أخرى وأدوات جديدة للمحتجين يحاولون أن يستخدموها لأجل أن تكون المطالب هي موحدة بين الجميع، لكن باختلاف الأدوات التي يستخدمها. طيب أستاذ